السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعينا الكرام يا رب دايما في أحسن حال لقاء متجدد وحلقة جديدة من حلقات مسابقتنا الرمضانية اللي بنقدمها على قناة اختراعات سهلة وبسيطة آيات من القرآن الكريم معدنا النهاردة مع الحلقة ال 12 مع اليوم ال 12 من أيام رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات النهارده ان شاء الله سؤالنا هيكون في الجزء ال12 من القران الكريم هنسمع مع بعض ايه قرانيه دلوقتي المطلوب انك تقول لنا رقم الايه واسم الصوره اللي ذكرت فيها هذه الايه مش هطول عليكم هسيبكم مع الايه الكريمه دلوقتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين صدق الله العظيم صدق الله العظيم زي ما سمعنا دلوقتي الآية القرآنية الكريمة ذكرت في الجزء ال 12 من القرآن الكريم المطلوب تقول لنا رقم الآية الكريمة واسم الصورة اللي ذكرت فيها هذه الآية شروط المسابقة مش كتير هما شرطين اتنين زي ما قلنا قبل كده انك تكون مشترك في القناة وانك تجاوب التلاتين حلقة اجابات صحيحة جوائز المسابقة ان شاء الله هيتم الاعلان عنها بعد نهاية الشهر الكريم يلا بسرعة جاوب دلوقتي علشان تكون من ضمن الفائزين معانا في المسابقة الرمضانية على قناة اختراعات سهلة وبسيطة ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس علشان يوصلك باقي الحلقات الجديده اول باول وفي النهايه كل عام وانتم بخير وتحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته